مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم وجولة في عدد من المحافظات المصرية. نبدأها اليوم من محافظة الإسماعيلية، حيث قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمدينة الإسماعيلية قضت بالإعدام شنقا على 14 متهما بعد موافقة مفتي الديار المصرية على إعدامهم لإدانتهم بقتل رجال شرطة والجيش العام الماضي في محافظة شمال سيناء. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 4 وبراءة 6 آخرين وانقضاء الدعوى عن متهم واحد لوفاته. على جانب آخر، قالت مصادر بهيئة قناة السويس قالت إن حركة الملاحة داخل المجرى الملاحي للقناة متوقفة منذ حوالي الساعة 7 صباحا بسبب جنوح سفينة بضائع يونانية أثناء عبورها قناة السويس ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في طريقها إلى البحر الأحمر. ومعي من هناك الصحفي يسري محمد. يسري، بداية أبدأ معك من الوضع الأمني في المحافظة بعد هذا الحكم، ما هو الوضع الأمني لديكم؟ نعم، الوضع الأمني هناك وهنا إجراءات أمنية مشددة داخل محافظة الإسماعيلية نتيجة الحكم، وأيضا وسط التوقعات بأن هذا الحكم ربما سيزيد من التوتر الأمني داخل محافظة شمال سيناء. هناك قوات من قيادة الجيش الثاني الميداني بدأت تتجه الآن نحو سيناء في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية هناك بعد صدور هذا الحكم، خاصة وأن المتهمين أنفسهم بعد صدور الحكم طالبوا من الجماعات الجهادية بضرورة الاستمرار في أعمالهم الجهادية كما وصفوها، أيضا طالبوهم بضرورة الاستمرار في القتال في سبيل الله على حد وصفهم. أيضا عقب صدور الحكم قام المتهمون بترديد هتافات منددة بالحكم، واتهموا هيئة المحكمة، وأيضا اتهموا الرئيس محمد مرسي بالكفر والضلال، ووجهوا له عدة اتهامات على حد وصفهم. أيضا قام أحد المتهمين وهو المتهم حسام عبده بإلقاء خطبة أكد فيها على كفر النظام الحاكم، وأنه نتيجة مده لإسرائيل بخطوط الغاز، وأيضا نتيجة سماحه للسفن الأمريكية والأجنبية بالمرور في قناة السويس والسماح بفتح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي على حد وصفه. أيضا قاموا بترديد عدد من الأناشيد الجهادية والأناشيد الحماسية وهم خلف القفص الحديدي. أما بقية المتهمين الذين حصلوا على البراءة وكان عددهم 4 6 متهمين فقد بدت عليهم علامات الفرحة وهم يرددون تكبيرات وتهليل تؤكد فرحتهم بحصول الحكم. يعني كان من ضمنهم شيخ قعيد تجاوز عمره 60 وكان وصل إلى المحكمة وهو محمولا على أحد الكراسي المتحركة، أكد بأنه على ثقة بأن مصر ستشهد الفترة المقبلة تغيرات للأفضل. أيضا كانت هناك يعني إجراءات مشددة ولا زالت مشددة حول مجمع محاكم الإسماعيلية، هنا فرق قتالية تنتشر حول المجمع، هنا أيضا سلاح الخيالة والكلاب البوليسية تشارك في حماية المجمع وتأمين عمليات نقل المتهمين إلى محبسهم مرة أخرى. نعم، أنتقل معك يسري إلى الوضع في قناة السويس، خاصة بعد جنوح السفينة التي تحدثنا عنها في 7 من صباح اليوم. نعم، بالفعل هذه السفينة هي سفينة بضائع صب يونانية تعطلت في القطاع الشمالي من قناة السويس تحديدا عند أو قرب الإسماعيلية. هذه السفينة لازالت محاولات تعويمها تتم حتى الآن من جانب قناة السويس. تعطل أو جنوح السفينة جاء نتيجة تعطل أجهزة التوجيه بها. هذا التعطل وهذا الجنوح تسبب في احتجاز 5 سفن كانت ضمن قافلة الشمال كانت تسير خلف السفينة الجانحة، بالإضافة إلى أيضا تعطل مرور 23 سفينة أخرى كانت قادمة من الجنوب من البحر الأحمر. نعم، شكرا جزيلا لك، كان معي الصحفي يسري محمد من الإسماعيلية.
وننتقل إلى الفيوم، حيث شهدت المحافظة مساء أمس المؤتمر الأول للجبهة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بميدان قارون وسط مدينة الفيوم تحت عنوان الفقراء أولا، وذلك بمشاركة المئات من موظفي وعمال عدد من المصانع والشركات والمستشفيات العامة وشباب اللجان الشعبية. وننتقل إلى محافظة دمياط، حيث تظاهر المئات من المستحقين لوحدات الإسكان الاقتصادي بمنطقة شطا أمام ديوان عام المحافظة، وذلك احتجاجا على إجراء القرعة، وهو ما يهدد باستبعاد بعضهم لقلة عدد الوحدات السكنية المتاحة بالمقارنة بعدد المستحقين. على صعيد آخر، تظاهر سائق حافلات الأجرة بكفر سعد احتجاجا على سوء حالة الطريق الترابي الواصل بين القرية ومركز فرسكور، الأمر الذي يعوق حركة سير السيارات ويعطل الأعمال. ومعي من هناك للمزيد من المتابعة معي الصحفي عماد الشاذلي. عماد، يعني ما هي أسباب رفض مستحقي الوحدات السكنية إجراء القرعة؟ بالفعل المئات من المستحقين لوحدات الإسكان الاقتصادي في شطا وصلوا تظاهرهم أمام ديوان المحافظة اليوم لمطالبة اللواء محمد علي فليف المحافظ دمياط. المظاهرات تتم لليوم الثالث تقريبا على التوالي. الأزمة بدأت عندما أعلنت المحافظة من خلال مجلس مدينة دمياط عن فوز 700 مواطنا بوحدات سكنية في منطقة شطا واستبعاد بقي المتقدمين. بقي المتقدمين قاموا بتقديم تظلمات ثم عادوا مرة أخرى إلى كشوف، وبذلك يزيد عدد المستحقين عن عدد الوحدات السكنية المتاحة. القرعة تعني استبعاد ما يقرب من 90 مواطنا تقدموا بأوراقهم منذ 5 سنوات للحصول على وحدة سكنية نظرا لظروفهم، وهو ما يعني إهدار حقهم في الحصول على وحدة سكنية. طب عماد، يعني هل تم التوصل إلى أي نوع من التسوية؟ عماد، هل تم التوصل إلى أي نوع من التسوية؟ حتى الآن هناك فجوة كبيرة بين المسؤولين وبين هؤلاء المستحقين، فلا أحد يحسم الموقف معهم، وهو ما يضطرهم يوميا إلى التوجه صباحا إلى أمام ديوان محافظة دمياط للبحث عن حل أو للبحث عن مسؤول يرد عليهم ويوضح لهم هذا الموقف. نعم، أنتقل معك إلى احتجاجات سائقي الأجرة، ما هي مستجدات الوضع لديك؟ المستجدات هو اجتماع عقده محافظ دمياط اللواء محمد علي فليفل مع المسؤولين المختصين السائقون والمواطنون في قرية كفر منازلة، هي قرية تابعة لمركز كفر سعد. كانوا قد تظاهروا احتجاجا على سوء حالة الطريق وطلبوا برصف في هذا الطريق. المحافظ اللواء محمد علي فليفل عقد اجتماع مع مسؤولين الهيئة القومية لمياه الشرب لبحث تنفيذ خط طرد صرف صحي للقرية، والذي يتم العمل به منذ 2008 وحتى ولم ينتهي حتى الآن، ثم يتبعه بعد ذلك رصف الطريق، وهو المطلب الذي كان أهالي قرية منازلة يتظاهرون من أجله. هو المحافظ طلب من المسؤولين الانتقال على الطبيعة وعرض نتيجة المعاينة عليه لاتخاذ قرار بشأن الانتهاء من التوصيلات والاستجابة لمطلب الأهالي بشأن رصف الطريق وإصلاح حالته. نعم، شكرا جزيلا لك، كان معي الصحفي عماد الشاذلي من دمياط. وننتقل إلى المنوفية، حيث عجزت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكذلك محافظة المنوفية عن توفير مصدر مياه نقي وثابت يصل إلى أهالي قرية صنصفت، حيث ما زالت القرية تعتمد على خزانات المياه التي وفرتها الشركة القابضة. وتشهد القرية كذلك تزاحما ومعاركا بين الأهالي للحصول على مياه الشرب. وكانت القرية قد شهدت منذ ما يقرب من شهرين حالات تسمم جماعي أصيب خلالها نحو 4000 من أهالي القرية بسبب مياه الشرب. وفي سياق آخر، تمكنت إدارة تموين تلا من ضبط 150 طنا من أرز التموين المدعم غير مطابق للمواصفات، كما تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط سيارة محملة ب 1200 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء. قد تم التحفظ على السيارة وسائقها والمضبوطات. على صعيد متصل، تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأمن المركزي من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين تخصصوا في الاتجار بالمخدرات والسلاح في زمام مركز أشمون في قرية سملاي. من ناحية أخرى، تظاهر العشرات من العاملين في أمن المستشفى الجامعي
بالمحافظة أمام مبنى جامعة المنوفية احتجاجا على عقودهم اليومية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلي الصحفي محمود الحصري. محمود، أبدأ معك من مشاكل المياه في قرية صنصفت، يعني ما هو الحال الآن لديك؟ عفوا، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال بالصحفي محمود الحصري. مشاهدينا الكرام، أنتقل معكم إلى محافظة الغربية، حيث نظمت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالتنسيق مع حركة شباب المحلة الثائر وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإحالة أعضاء المجلس العسكري للمحاكمة، كما أعلنوا تضامنهم مع أسرة الشاب الذي لقى حتفه عقب القبض عليه، مطالبين بالتحقيق في الواقعة. من ناحية أخرى، أعلنت محافظة الغربية رفع درجة الاستعداد لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز التي تتسبب في انتشار السحابة السوداء في مثل هذا التوقيت من كل عام. وقد شدد المحافظ خلال الاجتماع الموسع الذي عقد لمناقشة سبل التصدي لهذه الظاهرة على ضرورة مواجهة تلك الظاهرة والتصدي بكل حزم للمخالفين. ومعي من هناك الصحفي محمد عوف. محمد، يعني فيما يخص مسألة ظاهرة حرق قش الأرز، ما هي القرارات التي تم اتخاذها من جانب المحافظ بعد الاجتماع؟ نعم، يعني هناك حالة من الطوارئ تشهدها محافظة الغربية حاليا للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز والتي تسببت في انتشار السحابة السوداء في مثل هذا التوقيت من كل عام. هناك تشديد من جانب المحافظ المستشار محمد عبد القادر للمسؤولين لمواجهة تلك الظاهرة والتصدي بكل حزم للمخالفين. هناك اجتماع تم عقده للأجهزة التنفيذية برئاسة المحافظ وبحضور مدير الأمن الغربية اللواء صالح المصري، وضم الاجتماع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات المعنية لمناقشة سبل التصدي لهذه الظاهرة. المحافظ قرر خلال الاجتماع ربط الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين بعدم القيام بالحرق وفي حالة المخالفة وشراء فيها الحرق سيتم فرض غرامة كبيرة. المحافظ وعد أيضا بزيادة عدد المكابس في قصر مكابس بقش الأرز لمدة الظاهرة، مطالبا أيضا المستثمرين بتوجيه جزء من استثماراتهم في شراء المكابس والتي تزر عليهم عائد مادي كبير. وهناك تعاون من جانب كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال توعية الفلاح بقمة قش الأرز باعتباره مصدر ثروة وغذاء وعلف للحيوان. أشير إلى أن المساحة التي تزرع بمحصول الأرز هذا العام ارتفعت عن الأعوام السابقة، حيث بلغت حوالي 143 ألف فدان أرز وتنتج 280 ألف طن قش أرز، وهو ما تم حصاده وحصاده هذا العام حتى الآن حوالي 20 ألف فدان. هناك غرفة عمليات مركزية تم تشكيلها بفرع في الغربية، بالإضافة إلى تشكيل لجان خاصة بمتابعة مصادر التلوث وعمليات الحرب، وكل واحدة محلية بالاشتراك مع مديرية الزراعة بهدف تلقي التقارير اليومية في هذا الأمر. هناك أيضا توعية من جانب مديرية الزراعة من خلال الندوات الإرشادية للمزارعين لكي يتم يعني توعيتهم حتى يتم التصدي لهذه الظاهرة. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي محمد عوف من الغربية. مرة أخرى أنتقل إلى الصحفي محمود الحصري من المنوفية والاتصال جاهز الآن. محمود، يعني أبدأ معك من مشاكل قرية صنصفت، يعني ماذا عن هذه المشاكل وهل هناك حلول؟ نعم، كان من المفترض منذ يومين تقريبا أن ينتهي المسؤولين بالشلكة القابضة من توصيل مياه الشبكة شبكة قرية صنصفت بقرية مجاورة تدعى كفر المشط. الأهالي حتى الآن يعتمدون على مصدر مياه من خلال فناطيس المياه التي ترسلها الشرق القبضة، ولا يوجد حتى الآن مصدر مياه نقي ثابت يعتمد عليه الأهالي في مياه الشرق. الأهالي طلبوا أيضا بإعادة فتح المحطة الأهلية التي تم إغلاقها منذ وقوع الأزمة، و
علبة تحاليل خلوها من الميكروبات أو عدم تسببها في حالات التسمم التي شهدتها القرية. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي محمود الحصري من المنوفية. وننتقل إلى محافظة البحر الأحمر، حيث أكد المحافظ اللواء محمد كامل على ضرورة استغلال كافة الثروات المعدنية بالمحافظة خلال الفترة القادمة، موضحا أن المحافظة بها إمكانات كبيرة يجب الاستفادة منها. جاء ذلك خلال لقائه بوفد لجنة الصناعة بمجلس الشورى الذي يزور المحافظة حاليا. على صعيد آخر، تظاهر العشرات أمام مبنى ديوان عام المحافظة للمطالبة بسرعة تسليم أراضي تقسيم الشباب التي وعد المحافظ بتسليمها لهم. ومعي من هناك الصحفي كمال رشاد. كمال، يعني هل هناك خريطة استثمارية للمحافظة خلال الفترة المقبلة؟ يبدو ذلك سوزان، خاصة وأن محافظة البحر الأحمر تعتمد في المقام الأول على السياحة، ولذلك كان هذا المؤتمر مع لجنة الصناعة بمجلس الشعب. فخلال اللقاء الذي عقد مساء أمس والذي حضره وفد لجنة الصناعة بمجلس الشورى وأيضا اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر والسكرتير العام، طلب المحافظ ضرورة استغلال كافة الثروات المعدنية بالمحافظة خلال الفترة القادمة، وأكد أن المحافظة بها الثروات المعدنية العديدة، وأن الفترة القادمة ستشهد المحافظة توفير إمكانيات كثيرة يجب على المستثمرين الاستفادة منها. أما رئيس لجنة الصناعة خلال المؤتمر سوزان، فالدكتور طارق مصطفى قال لابد من الاستفادة من موارد هذه المحافظة وخاصة الصناعية لوجود ثروات طبيعية مثل الرخام والجرانيت والبترول تفخر بها المحافظة، ولابد من قيام صناعات كبيرة خلال الفترة القادمة تقوم على الثروات المعدنية التي توجد في باطن الأرض. ولكن انتهى المؤتمر، ولكن ما زالت اللجنة موجودة في البحر الأحمر، حيث قال حمادة غلاب وكيل اللجنة أنها تقوم حاليا بزيارة لمنطقة جنشا للوقوف على الاستكشافات الجديدة. أيضا ستزور مجلس إدارة شركة العامة للبترول لحل مشاكل الشباب هناك الذي حصل على موافقة التعيين وما زالوا خارج أسوار شركة البترول هنا. نعم، أنتقل معك إلى مشكلة تسليم أراضي تقسيم للشباب. ماذا عن هذه المشكلة وكيف سيتم حلها؟ هؤلاء هم شباب من مواليد مدينة الغردقة، منذ فترة حصلوا على وعد بتخصيص أرض على مساحة 150 متر لكل منهما، وقاموا بوضع يدهم على مساحة كبيرة خصص تم تقسيمها إلى 1000 قطعة، وانتظروا وقاموا تجهيزها وتمهيدها وتخصيصها لقطع صغيرة على أمل تنفيذ الوعد بالاستلام هذه الأرض، ولكن لم يحدث. فقاموا هؤلاء الشباب مساء أمس في ساعة متأخرة بالتظاهر أمام ديوان عام المحافظة أثناء انعقاد مؤتمر لجنة الصناعة الذي ذكرناه منذ لحظات، ورددوا هتافات مضمونها تسليم العقود بعد انتهاء اللجنة من فرز الأسماء المستحقة. ولكن المحافظ في النهاية اللواء محمد كامل التقى وفد منهم ووعدهم بحل الأزمة قريبا، ولكن اسمحي لي سوزان أقول خبر ورد حالا عن إصابة 5 مواطنين في اشتباكات بين قبيلتي الأشراف والحمادة بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر. أثر معركة دارت بين شباب القبيلتين، وما زالت المعركة دائمة حاليا وتطورت إلى حد التشابك وإصابة 5 أفراد، واقتحموا المستشفى العام برأس غارب وحطموا ورشقوها بالحجارة أثناء مطاردتهم لبعضهم البعض، وقاموا بتحطيم استقبال المستشفى التي قامت بتحرير محضرا. والآن أرسل مدير الأمن اللواء مصطفى الدير تشكيلين للأمن المركزي بقيادة اللواء مساعد مدير الأمن هناك اللواء مختار السنباري،
وإذا كان هناك جديد سوف نوافيكم بها في جولات قادمة. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي كمال رشاد من البحر الأحمر. وخبر جديد عن إصابة 5 مواطنين نتيجة الاشتباكات بين قبيلتين الأشراف والعببدة في رأس غارب. وننتقل إلى شمال سيناء، حيث ناقش المحافظ خلال لقائه مع وكلاء الوزارة ومدير المديريات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي والمعوقات التي واجهت تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة وكيفية التغلب عليها. ومعي من هناك الصحفي ماهر إسماعيل. ماهر، أبدأ معك من ردود الفحل حول الحكم اليوم في محكمة الإسماعيلية بإعدام 14 شخص في القضية المعروفة في العريش بالهجوم على قسم شرطة العريش العام الماضي. ألو. نعم ماهر، هل أنت معي؟ نعم. نعم نعم ماهر، تفضل. تفضل ماهر. أود أن أؤكد أنه صدر حكم محكمة جناية الإسماعيلية اليوم بإعدام 14 متهما، منهم 6 حضوري، وحكم المقبض على 4 آخرين وبراءة 6 وانقضاء الدعوة لأحد الأشخاص لوفاته. أود أن أؤكد أنه بالتأكيد هناك من حالة من الحزن الشديد على من حكم على زوية من حكم عليهم بالإعدام، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها حيال ذلك. حالة من الفرح بالتأكيد تعم عائلة المفرج عنهم اليوم بحكم محكمة جنايات الإسماعيلية في قضية اسم تاني وبنك الإسكندرية، خاصة أنهم طلبوا الإفراج عن زويهم مرارا وتكرارا خلال وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية، وأكدوا أن زويهم ليس لهم علاقة بتلك الأحداث، وجاء اليوم حكم المحكمة ليثبت أن أبنائهم ليس لهم علاقة بهذه الأحداث وأنهم براء منها. وهم وقام أهالي المفرج عنهم اليوم بتنظيم مسيرات في مدينة العريش تعبيرا عن فرحهم بما بحكم المحكمة الذي اعتبروه تاريخيا في حق أبنائهم والذي برأ أبنهم من تلك التهم التي كانت منسوبة إليهم. نعم، أنتقل معك ماهر إلى الخطة الاستثمارية. يعني كان هناك حديث عن معوقات لتنفيذ مثل هذه الخطة، هل تم وضع حلول التغلب على مثل هذه المعوقات؟ سوزان، دعيني أسرد أن اللواء سيد عبد الفتاح الحر محافظ شمال سيناء أكد خلال لقائه أمس ووكلاء الوزارة ومدير المديريات خلال مناقشة الخطة المالية لعام 2011-2012 أن استثمارات الخطة بلغت 462 مليون جنيه، سترتفع في العام المالي 2012-13 إلى 1176 مليون جنيه، منها 907 خطة السنادي، منها 937 استثمارات حكومية و239 استثمارات للوحدات والهيئات الاقتصادية. المحافظ أكد خلال اللقاء على تعظيم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمحافظة بالتأكيد على اكتمال الموقف التنفيذي للخطة العام المالي 2011-2012 وسائل استخدام الاعتمادات المستحقة للمحافظة التي لم تنفذ بسبب وصول الاعتمادات في نهاية السنة المالية أو بسبب الوضع الأمني الذي كانت تعيشه المحافظة خلال العام الماضي. كذلك التعرف على مشروعات خطة العام المالي 2012-2013 وسرعة طرح المشروعات المقررة مع الاتفاق على آليات تقدير الاحتياجات والتخطيط لمشروعات الخطة الخمسية وإشراك المواطنين في تقدير احتياجاتهم ومشاركة المجتمع المحلي في تحديد الأولويات وقيام الأجهزة المعنية باقتراح المشروعات الكبرى. وقرر المحافظ قيام كل جهة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استخدام الاعتمادات المخصصة في خطة العام المالي 2011-2012 وذلك انتهاء من المشروعات واعتمادات خطة العام المالي والبدء في إدراج مشروعات خطة العام القادم والتمسك بالاعتمادات المالية المخصصة. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي ماهر إسماعيل من شمال سيناء. وفي جنوب سيناء شارك 100 العاملين في مسيرة نظمتها إحدى المنشآت السياحية في مدينة شرم الشيخ، وذلك بغرض دعم السياحة في المدينة. على صعيد آخر، تكدست 100 السيارات أمام وداخل محطات الوقود لعدم وجود سولار أو بنزين، مما أدى إلى حالة من الارتباك في الرحلات السياحية بين شرم الشيخ والقاهرة. ومعي من هناك الصحفي عماد حمادة الشوتفي. حمادة، يعني تستعد المحافظة لاستقبال اليوم العالمي للسياحة، ما هي هذه الاستعدادات؟
سوزان في البداية أن مدينة شرم الشيخ ستشهد حدثا عالميا خلال يومين على الأقل من الآن، وهو الاحتفال بيوم السياحة العالمي، والذي سيبدأ فعاليته يوم 23 من سبتمبر ويستمر حتى 29 من الشهر نفسه. هذه الفعاليات سيتم فيها إقامة العديد من الحفلات ودعوات لكبار الشخصيات سواء في مجال السياحة أو في مجالات أخرى لحضور هذه الاحتفالات في مدينة شرم الشيخ دعما للسياحة. محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أكد في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر مصر منذ قليل أن هناك عدد من الوزراء من حكومة الدكتور قنديل سيقومون بحضور هذه الاحتفاليات لدعم السياحة، وعلى رأسهم وزير السياحة الدكتور هشام زعزوع ووزير الثقافة وأيضا وزير النقل الذي سيأتي إلى زيارة جنوب سيناء لأول مرة بعد توليه الوزارة في الوزارة الجديدة. طيب حمادة، يعني هل من الممكن أن تؤثر أزمة الوقود؟ نعم؟ هل من الممكن أن تؤثر يعني أزمة الوقود على مثل هذه الاستعدادات، خاصة يعني استمرار الأزمة اليوم الثالث وهي بالفعل تؤثر على الحياة اليومية لديكم؟ بالفعل سوزان، هذه أزمة الوقود أيضا أثرت هي الأخرى على حالة السياحة وحركة السياحة بين مدينة شرم الشيخ والقاهرة. هناك تكدس كبير كان أمام محطات الوقود لا سيما في مدينة شرم الشيخ. بعض الحافلات السياحية قد توقفت بالفعل عن العمل في الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ لعدم وجود الوقود، لكن تم توفير حصة كبيرة من الوقود لسد العجز وإنهاء هذه الأزمة، خاصة أن هناك عدد كبير من الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ سواء المصريين أو الأجانب سيقومون بحضور هذه الاحتفالات. لذا المحافظ أصدر قرارا إلى وكيل وزارة التموين بالمحافظة بضرورة توفير ما يقرب من نصف لتر من البنزين ونصف لتر نصف مليون لتر من البنزين ونصف مليون لتر من السولار كاحتياطي لتغطية هذه الاحتفالات. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي حمادة الشواتفي من جنوب سيناء. وفي المنيا لقي 9 أشخاص مسرعهم وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي. قد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم رفع السيارتين من الطريق ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام. من ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا أن المحافظة ستقف ضد أي محاولات من سائقي وسائل النقل أو سيارات الأجرة لزيادة التسعيرة بشكل عشوائي خلال نقل المواطنين سواء داخل المدن أو بين المراكز والقرى. وفي محافظة المنيا أيضا نظم اليوم عدد من الأهالي وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإدراج أسمائهم في الوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدود الدخل. ومعي من هناك الصحفي حسن عبد الغفار. حسن، بداية يعني هل لك أن تطلعني على حادث السيارة على الطريق الصحراوي الغربي وكيف هو حال المصابين الآن؟ بالفعل شهدت محافظة المنيا ليلة أمس ليلة حزينة بعد الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الصحراوي عند كمين الصفا على الطريق الصحراوي الشرقي الذي أدى إلى مسرع 11 شخص، حيث ارتفع عدد المتوفين الذين لقوا مسرعهم في هذا الحادث من 9 أشخاص إلى 11 شخص كانوا في طريق عودتهم إلى محافظة المنيا، وقد اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى مما أدى إلى مسرعهم وإصابة 17 آخرين في هذا الحادث. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وقد تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجامعي، حيث تم إسعاف المصابين بشكل فوري وعمل الإسعافات اللازمة، ومنهم من كانت حالته بسيطة أو أصيب بكدمات أو سحجات، وتم إخراجهم جميعا صباح اليوم وبعد تلقيهم العلاج، بينما صرحت النيابة بتسليم جثث المتوفين إلى ذويهم. انتقل إلى المستشفى اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، والذي رافق المصابين والذي جلس طويلا معهم حتى يتم عمل الإجراءات اللازمة لهم، وحرصا على عدم قيام الأهالي بأعمال من الشغب خارج وداخل مبنى المستشفى.
نعم، أنتقل معك إلى قرارات المحافظ مع إدارة مرور المنيا، ما هي القرارات التي تم اتخاذها؟ بالفعل هناك حملات أمنية مكثفة داخل محافظة المنيا والتي تشهدها المحافظة، والتي بالفعل أعادت إلى المواطن المنياوي الأمان كثيرا، خاصة بعد قيام مجموعة من البلطجية باستخدام الدراجات البخارية في سرقة المواطنين وخطف الحقائب مع من السيدات، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات بتكثيف تلك الحملات المرورية سواء على الطرق الزراعية أو الطرق الجانبية. وهذه الحملات تسفر كثيرا عن عدد كبير من البسط المخالفين، سواء الذين يركبون الدراجات البخارية أو السيارات الملاكي أو سيارات الأجرة. هذه القرارات أكد عليها الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا بضرورة التواجد الأمني المكثف وعمل حملات ودوريات كثيفة داخل المدينة، سواء في الطرق الصحراوية التي يدخل فيها البلطجية والتي يلوث بها أولئك البلطجية في استخدام العنف. هذه القرارات جاءت بعد لقاء محافظ المنيا مع مدير أمن المنيا، واستمر هذا اللقاء أكثر من عدة ساعات، أثنى فيه المحافظ على الدور الذي تقوم به إدارة المرور والحملات المرورية سواء في ضبط المخالفين أو في التعامل مع المواطنين، وهذا التعامل شعر به المواطن أيضا وأثنى عليه من خلال تعامل رجال المرور مع السائقين. نعم حسن، فيما يخص مطالب الأهالي أمام مبنى المحافظة، كيف تعامل المحافظ مع شكواهم؟ بالفعل مشهد الوقفات الاحتجاجية مشهد متكرر من قبل الأسر الأولى بالرعاية والمطالبين دائما بتوفير وحدات سكنية لهم، مؤكدين على حقيتهم في هذه الوحدات لأن ظروفهم المعيشية صعبة جدا، وأن لهم قصص إنسانية كثيرة داخل الأماكن التي تأويهم سواء مع ذويهم أو الأماكن المؤجرة. هذه الوقفات تستمر لفترات وتنقطع، ثم يعود الأهالي مرة أخرى إلى مبنى محافظة المنيا لينظموا وقفات احتجاجية يطالبوا فيها المحافظ بإعادة توزيع تلك الوحدات السكنية، حيث أكد المواطنون الذين يقومون بعمل هذه الوقفات على أن عملية توزيع الوحدات السكنية منذ بدايتها شابه الكثير من المغالطات، حيث أن تم توزيع هذه الوحدات على من لا يستحق، وطلبوا المحافظ بإعادة تشكيل لجنة لفحص تلك الطلبات التي تم التقدم بها من قبل المواطنين. المحافظ وعدهم أن هناك لجنة سوف يتم تشكيلها لفحص تلك الطلبات وإعادة توزيع الوحدات السكنية المتبقية على المواطنين. نعم شكرا جزيلا لك، كان معي الصحفي حسن عبد الغفار من المنيا. وننتقل إلى محافظة أسوان، حيث نظم المحامون إضرابا مفتوحا عن العمل بدءا من اليوم على مستوى جميع محاكم المحافظة، احتجاجا على قرار المجلس الأعلى للقضاء بتقليص عدد القضاة بأسوان ليصبح 34 قاضيا بدلا من 84. من ناحية أخرى، نجحت جهود نقيب الأطباء بأسوان صباح اليوم في إنهاء إضراب أطباء مستشفى أسوان الجامعي، والذي استمر لأكثر من 5 ساعات، وذلك بعد تعرض طبيب بقسم الاستقبال والطوارئ لسيل من السباب والشتائم من أحد المرضى. وفي أسوان أيضا نظم حزب الحرية والعدالة ورشة عمل حول نهضة السياحة في المحافظة بحضور ممثلي الغرف السياحية ونقابة المرشدين السياحيين والفنادق الكبرى وشركة مصر للطيران، وذلك استعدادا للموسم السياحي الجديد. ومعي من أسوان معي الصحفي علي توفيق. علي، بداية يعني مطالب المحامين أمام مجمع المحاكم، ما هو رد فعل المسؤولين تجاه هذه المطالب؟ نعم، رد فعل المسؤولين تجاه هذه المطالب هو ان رئيس محكمه اسوان الابتدائيه ارسل يعني خطاب الى المجلس الاعلى للقضاء اعرف فيه عن اعتراضه ايضا على تقليص عدد القضاه في محكمه اسوان ليصبح 34 قاضيا فقط، لان هذا التخفيف في هذا العدد سوف يؤدي الى حدوث تكدس في القضايا ويعطل حركه سير العداله. يعني في الحقيقه السنوات الماضيه شهدت انخفاض شديد او تناقص شديد في عدد القضاه في محافظه اسوان، كان في عام 2010 عددهم 114 قاضي ثم تراجع ليصبح
70 قاضيا في عام 2011. هذا العدد قليل جدا مقارنة بالمحافظات الأخرى. ففي محافظة الأقصر القريبة من أسوان يبلغ عدد القضاة فيها وفقا لحديث لكلام المحامين 230 قاضي، بينما يبلغ عدد المحامين في سوهاج عدد القضاة في سوهاج 450 قاضي. لذلك فإن 34 قاضي هو عدد قليل جدا بالنسبة لمحافظة أسوان. نعم، أنتقل معك إلى يعني أزمة الأطباء، نقيب الأطباء استطاع أن يفض الإضراب في المستشفى أسوان الجامعي، الآن ما هو الموقف؟ الموقف الهدوء يسود في المستشفى، والأطباء عودوا ممارسة أعمالهم بعد أن أقنعهم نقيب الأطباء بضرورة فض الإضراب حفاظا على سلامة المرضى، خاصة بعد أن تزاحم المرضى أمام باب المستشفى بسبب الإضراب. ووعد نقيب الأطباء بأنه سيتم دراسة الحالة الأمنية بالتشاور مع القيادات الأمنية حتى تنتهي المشاجرات والإعانات التي يتعرض لها الأطباء. يعني مستشفى أسوان الجامعي يعني تعرض خلال الأيام الماضية لأكثر من حالة تعدي على الأطباء. منذ 3 أيام تعدى أحد المرضى على نائب مدير المستشفى مما أصابه بجروح وخدوش في سطحية في وجهه. يعني الأطباء في المستشفى بيطالبوا بأن يتم تخفيف الضغط على مستشفى أسوان الجامعي بحيث يكون 3 أيام أسبوعياً أسوى بمستشفى أسوان الجامعي، وأن تكون تذكرة الدخول مقابل أجر رمزي وليس مجاناً من أجل تخفيف الضغط على المستشفى. نعم، شكراً جزيلاً لك. كان معي الصحفي علي توفيق من أسوان. وننتقل إلى الأقصر، حيث شهد مجلس مدينة البيضية جنوب المحافظة مظاهرة لعشرات المواطنين بسبب تصاعد أزمة نقص اسطوانات الغاز، وقاموا بقطع الطريق المؤدي من وإلى مدينة الأقصر، وطلبوا بزيادة الحصة المخصصة للمنطقة التي تعاني من قلة الاسطوانات منذ بضعة أسابيع. من ناحية أخرى، احتفلت المدينة بيوم التمريض المصري، حيث تهدف الاحتفالية إلى تشجيع مهنة التمريض واعتبارها مسؤولية مجتمعية. ومعي من هناك الصحفي حجاج سلامة. حجاج، يعني ما هو الوضع إليكم الآن فيما يخص اسطوانات الغاز؟ الأقصر تعاني كغيرها من محافظات مصر أزمة شديدة ومتصاعدة في اسطوانات الغاز، على الرغم من تمتع المحافظة بوجود مصنع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بها. تلك الأزمة كانت قد نتجت نتيجة لتراجع الكميات الواردة من الغاز الصب للمصنع، يوما بعد يوم تراجعت الكميات المخصصة للمحافظة، فأدت إلى الأزمة التي على الرغم من بدء عودة تدفقات الغاز الصب إلى المصنع إلا أن الأزمة لا تزال متصاعدة. أغلب مدن المحافظة تشهد احتجاجات يومية بسبب تلك الأزمة. مدينة البيضية شهدت اليوم تظاهرة للعشرات من مواطنيها الغاضبين الذين تظاهروا أمام مجلس المدينة، والتقاهم رئيس المدينة اللواء أيمن مدني الذي تعهد بالأمس بحل الأزمة وتوفير ما يحتاجونه، لكن المواطنين أصروا على رئيس المدينة وأغلقوا الطريق من البيضية إلى الأقصر، وعادت المفاوضات ليتم فتح الطريق على وعد بأن يتم توفير كميات لهم اليوم. نعم، شكرا جزيلا لك. كان معي الصحفي حجاج سلامة من الأقصر. مشاهدينا الكرام، كانت هذه جولة في عدد من المحافظات المصرية. فاصل قصير، نلقاكم عند رأس الساعة مع الزميل محمد عقل وموجز لأبرز وآخر الأخبار، فابقوا معنا.